محاولة الإحاطة، محاولة التحكم، عملية جد صعبة. البلاد كلها، البلاد كلها التحكم فيها لا يزال صعبا، وتقريبا كل شخص أصبح سيد نفسه، ولم يعد هناك سيد للجميع. وضع هش، وضع هش، وضع هش. القيم الاجتماعية اهتزت، قيم الأخلاقية اهتزت، قيم السياسية الكلية اهتزت. وبالتالي لا أرى، حتى وإن قال السيد مودي يجاوب أن هناك قانون وهنا وكذا، في عندما يكون الوضع الاجتماعي فيه مثل هذا الحراك، لا يمكن لمثل هذه القوانين أن تفعل شيئا. وإن كانت من باب الواجب القانوني، أنا كإداري مثلا عندما تقول لي سأجيبك بهذه الكيفية، لكن أنا الآن أتحدث عن 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 عن, عن الواقع. هناك ملاحظة سي نور الدين، قبل الملاحظة نتاعك عن اتصال هاتفي حول تأسيس المدرسة، نسمعوه مع بعضنا ثم نواصل الحوار. مرحبا بك سي الحبيب. إذا سي الحبيب بوعجيلة معنا على الهاتف. سي الحبيب باش نسألوك مسألة تأسيس المدرسة اليوم، كيفاش تراها اليوم؟ سي الحبيب معايا؟ إذا سألنا سي الحبيب حول موقفه من تأسيس المدرسة اليوم. سنعاود الاتصال سي الحبيب، تقص الهاتف. إذا نواصل معك سي نور الدين. الملاحظة حبيت نضيفها، قضية تأسيس المدرسة هي كلمة كبيرة جدا. نحب نوضح شيء أنا نشوفه من الضروري توضيحه للناس، أن العملية التربوية عملية سياسية في الجوهر. التربية تعني سياسة، بقاء أي سياسة. المفروض أن الشخصية الاجتماعية كلها، والشخصية السياسية، والشخصية الأخلاقية، أي ما نسميه بما اتفق عليه المجتمع بكل أطرافه، هو الذي سيعطينا سيمكننا من هيكلة ما نسميه بالنظام التربوي، بالمنهج الوطني الذي على أساسه يتم بناء المدارس وبناء البرامج وبناء كذا وبناء جيل، هو اللي مش يكون، وهو جيل المستقبل. إذا العملية التربوية هي في الأصل في جوهرها عملية سياسية بالمعنى السليم للكلمة. وعندما أقول سياسة تربوية ماذا نعني؟ يعني كيف ندبر الشأن التربوي؟ معناه هنا العملية في حد ذاتها مش ممكن فصلها على المدرسة. لا يمكن. إذن سنعود معنا سي الحبيب مجددا. سي الحبيب مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن الحبيب بوعجيلة معنا على الهاتف، وهو مدير قسم الأخبار بقناة خاصة. سي الحبيب، حابين نسألوك على مسألة تأسيس المدرسة اليوم، كيفاش تراها؟ نعم، يعني الحقيقة هو الآن العديد من الفضاءات العمومية أصبحت تخضع إلى ظاهرة التسييس، لأنه المرحلة سياسية بامتياز. ولكن المشكل الحقيقي هو بأي معنى يعني نستطيع أن نؤسس لعلاقات موضوعية وعقلانية مع المؤسسات العامة، وأساسا المؤسسة التربوية. المؤسسة التربوية هي مجال يمكن أن نمكن فيه التلميذ بطبيعة الحال من الانخراط في الشأن العام والتفكير في شأن شعبه وفي شأن أمته، ولكن بطبيعة الحال مع احترام خصوصيات المدرسة. وأنا لست ضد التسييس. إذن عاود تقص الهاتف مجددا، ولو أنه الموقف متاع الحبيب واضح، يقول أنه بالنسبة لي ما هوش ضد أنه التلميذ يتعاطى هنا الشأن السياسي ويسهم به بشكل أو بآخر، لكن ما يعنيش ذلك أنه مش يقع الزج به في صراعات خارج الإطار هذا. سي زهير، عندما نقول أن المؤسسة التربوية لا يمكن تنفصل العمل السياسي، هذا ضروري، لأنه التربية السياسية أيضا يتلقاها التلميذ داخل الفصل. الفرق بين السياستين شأنها، بين السياسة الحقيقية التي هي فعل تعقل وتدبر وتدبير الشأن العام، واللي من شأن التلميذ أنه يكون على دراية، وهذا ضروري يأخذه الطالب، يأخذه التلميذ في كل مستوياته وفي كل تقريبا المناهج والبرامج التي يتلقاها، وحتى في أسلوب التعامل بينه وبين معلمه، بينه وبين الإطار المدرسي، بينه وبين المحيط. يعني فهو يتدرب على الفعل السياسي، لكن بصورة ناضجة، بصورة عقلانية، ليس بصورة انفعالية. المشكل المتخوف شنو؟ أن التونس اليوم بعد الثورة
فقدت تعقلها. يعني أنا لا أرى في السياسيين الموجودين اليوم سواء كانوا في السلطة أو خارجها، لا يصدق عليهم حسب رأيي الشخصي أنهم سياسيون. لماذا؟ لأنهم فقدوا التعقل السياسي. ما أرى اليوم هو كتلة من الانفعالات من هنا وهناك بين فعل ورد فعل، النتيجة البلاد تنهار، تنهار اقتصاديا، تنهار اجتماعيا، تنهار سياسيا، تنهار أخلاقيا تربويا. والمدرسة هي من بين هذه الفضاءات الكبرى الخطرة في البلاد، يعني من النقاط الجوهرية، قلب نبض المجتمع في كل مكوناته سيمس هذا الاضطراب. يعني إذا كانت البلاد، إذا كان عقلاء الأمة هم الآن في الطور الانفعالي، بالضرورة التربية ستفقد تعقلها. يعني التلميذ سوف لن يتعلم السياسة الحقيقية وإنما سيتعلم انفعال. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا التلميذ سيصبح كتلة انفعالية، قنبلة موقوتة نخرج به إلى الشارع. معنا كيف ما كان الوضع بالنسبة للسياسة والسياسيين ما فوق، مش يتأثر التلميذ بنفس الوضع. وهذا زج سي نور الدين، خاطر الوقت قاعد يجري فينا، نحاول نرجع للسريضة هنا. عملية تسييس المدرسة، ثم شكون معها بشكل، ثم شكون ضدها. وقت اللي نقول معها، معناها من حق التلميذ أنه يكون على دراية ومعرفة ويتعاطى مع الشأن العام، لكن ثم شكون ضد على أساس أنه يجب فصل تام بين المدرسة وبين السياسة. إذا كان المقصود بالسياسة الشأن العام في المفهوم العام، فهذا لا يمثل خلاف الحقيقة بين من شنو اللي يمثل خلاف؟ اللي يمثل خلاف هو التوظيف الحزبي، هو التوظيف الحزبي وأخذ التلاميذ رهائن ودروع بشرية في صراعات حزبية. أما أنه مثلا من الأشياء المشتركة اللي هي سياسية ويمكن أن يقع تناولها في المعاهد والمؤسسات، وأنا من أنصار ذلك، مثلا عندما يقع الاتفاق على معالجة القضية الفلسطينية في شكل ندوة أو حوار أو تظاهرة ثقافية، فهذا عمل سياسي لكنه مجمع عليه، يجمع ولا يفرق. حتى القضية التونسية مثلا، أو قضية تونسية، أو قضية مثلا نوع السلطة المقترحة في البلاد، ويكون في شكل نقاش راقي جدا وحوار بين كل الأطراف وبين كل الأفكار. هذا لا يمثل إشكال. وجه اعتراضك؟ وجه الاعتراض هو التوظيف الحزبي اللي فيه مؤامرة وخداع واستغلال عدم فهم التلميذ للتجاذبات السياسية. يعني وقت الجي أنت التلميذ وتلوث له مخه بإشاعات وأكاذيب عن طرف يخالفك في الرأي، وتحاول أنك تخرجه في صراع هو لا يفقهه، في صراع أيضا هو لا يعي منه شيئا، هذا بكري ياسر على التلامذة. قد يكون هذا مناسب للجامعة عندما يقع معنا تأهيل الطلبة إلى نوع من التجاذب السياسي الفكري المرن الحضاري المتخلق إلى آخر المتربي. لكن بالنسبة لتلميذ يجي تلميذ سنة سبعة أساسي وثامنة أساسي وتقول له نخرجوا، أنا مش يستخدموه كأدوات، هو استخدام كرقم من الأرقام كأدوات بركة. هو أرقام، يعني يحب يعبي به الشارع، يعبي به المظاهرة نتاعو باش يصوروها من فوق، يقولوا ما تصير حاشدة. وخاصة الناس كما قاعدين توا يدقوا في طبول الحرب والانقلاب غدوة، يعني يحب هو حشد كبير ياسر. وهنا كانت تسمح لي كلمة أخيرة، نداء للأولياء، لأنه غدوة معنا وضع حساس، لأن قاعدين ثم تآمر على السنة الدراسية الجديدة، لكل الأولياء من مهما كان رأي ومهما كان اختلافنا معهم سياسيا، أن يكونوا حاضرين غدوة في المؤسسة التربوية من 8 للستة متاع العشية، يصاحبوا أولادهم باش ما يقعش أيضا الزج بهم في متاهات صراعات حزبية لا ناقة لهم ولا جمل فيها. إذا نشكرك سيريفا، نشكرك سي نور الدين، نرجو أن يتجدد اللقاء بكم. أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة التي حاولنا فيها أن نلامس بعض الجوانب المرتبطة بما يعتمل في المجال التربوي في علاقة بالشأن السياسي اليوم، إلى قضية قادمة نتداول فيها للنقاش مع ضيوف آخرين. فإلى اللقاء بإذن الله تعالى.